السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. قاعد أشوف الخاص كذا وأشوف بعض ال يعني أبغى أحاول أجاوب على بعض الأسئلة اللي تنفع على العام، فوجدت بعض الملاحظات اللي لابد أن أشير إليها، ولعل واحدة منها البعض يشتكي يقول أنت تقول أخرج وحاول أنك يعني تخرج من الفكرة إذا سيطرت عليك، وأنا ما أقدر. لو أقدر أخرج كان ما تواصلت معكم، ما يقولوها بس بأدب يعني، ولا أنا عارف يقول يعني ما احتاجناك يعني أسيري. هذا الكلام أنا أعرفه، وأنا أقول أنا ما أقول أخرج من الفكرة يعني زي الباب تفتح وتدخل وانتهينا، لا لا، أنت بحاجة إلى بعض الممارسات اللي تخرجك عن هذا الجو. مثال، أنا والله جالس في مجلس وجاء ذكر الموت وأنا أصلا أخاف من الموت، حاول بقدر ما تستطيع أن تقطع استرسال هذا الفكرة من البداية، لا تقعد تسترسل معه وتدخل جو وتتخيل القبور وا وا وا، وبعدين بعد هذا كله تيجي تقولي أبا أخرج. لا، إحنا نبغى من البداية تقطع استرسال الفكرة. الأمر الآخر، أنت مطالب إذا جتك الفكرة مثل ما ذكرنا عدم الاسترسال السريع، استرسلت ما قدرت، حاول تشغل نفسك بأي فكرة أخرى مقلقة شوي، يعني مثلا أخرج عن فكرة الموت إلى فكرة مثلا العمل، العمل بكرة إيش أسوي فيه، عندي معاملة صعبة، حاول تشغل ذهنك عشان لا ينشغل بالفكرة اللي ذكرناها. الأمر الثالث كذلك اللي هو تنشغل بالكلام، أدخل كلام وسواليف، لا يبقى لا تبقي، خليك أنت ماسك المجلس كله، لأن هذا الكلام الذي يخرج منك هو بمثابة تفكير بصوت عالي، فأنت تشغل الذهن عن الأفكار الملحة إلى الأفكار التي تتكلم بها. صحيح أنها قد ما يعني تشيل الفكرة ولا تخليك تروح بعيد عنها، إلا أنها تساعدك فعلا في على الأقل تخفيف من ضغط الفكرة، وهذا برضو مطلب حتى ترتاح ولا يكون في ضغط يعني متعب يخليك تخرج من المجلس وترجع للحالة المقلقة أو التوتر. نقطة أخيرة، بقائك في المجلس على هذا الضغط اللي أنت فيه أفضل بكثير من خروجك وتبقى جالس لوحدك أو تنعزل في بيتك، هذا يفاقم من مشكلة الأفكار السلبية. ما في شيء يعني يروق الأفكار السلبية زي أنك تقعد لوحدك تصير أنت في عزلة كذا، ينقنق الفكرة السلبية على راسك، مرة أجيب لك فكرة تخوفك في الموت، ومن الموت تأخذك للمرض وتخليك حتى ما تنام الليل، تصير أنت أكره ما عليك غرفة النوم لأنه تذكرك بالفراغ هذا. إحنا لا، ما نبغى نتفرغ، بقدر ما تستطيع خليك اجتماعي، هذه نقطة يعني مهمة، لأن الاجتماعية تعطيك شيء من الأمان، تعطيك شيء من يعني الراحة. طيب بعضهم يقول أنا منعزل، أنا في قرية، أنا ما قلت لك إنك تقعد يعني تنعزل، تقعد في بيتك يعني في بيت، لا لا، ممكن تتكلم مع أحد، تتصل عليه أيا كان، بس لا تقعد كذا منعزل لوحدك، العزلة هي الباب الأول للأفكار السلبية. الله يوفقنا وياكم.